تسعة ناقص تسعة زائد سبعة ناقص سبعة زائد تلاتة زائد واحد زائد خمسة يساوي، برافو، اتنين زائد اتنين زائد خمسة ناقص تسعة زائد تمانية ناقص تلاتة زائد أربعة ناقص أربعة يساوي، برافو عليك، أربعة أربعة ناقص أربعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة تمانية، الناتج، 22 برافو، ستة ستة زائد ستة ناقص ستة زائد ناقص ستة زائد أربعة زائد أربعة زائد تسعة، زائد تسعة الناتج. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبرحب بالاستاذه منال عبد العال. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتينا النهارده. طبعا شفنا الفيديو بتاع الاطفال هم بيحلوا عمليات حسابيه بدون اي اقلام ولا الات حاسبه ولا الكلام ده خالص، وبطريقه سريعه. ممكن حضرتك في البدايه تعرفي للمشاهدين يعني ايه برنامج دكتور ماس؟ دكتور ماس هو برنامج حساب ذهني خاص بالعمليات الحسابيه عن طريق العداد. ان الطفل بيقدر يستخدم العداد بطريقه معينه عن طريق ان انا بستخدم الخرزات. خلينا بس في الاول ان احنا نعرف يعني ايه دكتور ماس، تمام، ونعرف يعني ايه حساب ذهني للمشاهدين. المشاهدين عايزين يعرفوا يعني ايه حساب ذهني، وايه الفرق ما بينه وما بين العمليات الحسابيه العاديه. تمام، هو عباره عن عمليات حسابيه، تمام، لكن بيعتمد عن بيستخدم عن طريق العداد. الطفل بيستخدم العداد بطريقه معينه، بيحرك فيها الخرزات، وبيبدا يتعلم الطريقه دي بطريقه سهله، وبيبدا يحسب عن طريقها جميع المسائل الحسابيه اللي بتنقله بعد كده لمرحله تانية. يعني بيستخدم فيها ذكاء وعقل بس، بس بعد استخدامه العداد بينتقل لمرحله تانية وهي التخيل او الحساب الذهني. تمام، طب ممكن حضرتك تشرح لنا كده عشان المشاهدين يفهموا؟ العداد عباره عن مجموعه اعمده، كل عمود الاعمده متوازيه، كل عمود فيه مجموعه خرزات، كل خرزه لها قيمه، قيمتها بواحد، ده واحد وده كده واحد، تمام. الطفل بيبدا يستخدم العداد بالطريقه المعينه دي، ان انا ببدا ده خط الاجابه، ان انا ارفع الخرزه دي، يعني الخط اللي فوق ده خط الاجابه، اللي بيوصل تمام. عنده. طب ممكن تشرح لنا عمليه حسابيه عليه كده كأن طفل؟ اولا انا بستخدم ايدي، بصبعين، الابهام مسببه، يعني انا بطلع لخط الاجابه بالابهام، ده كده زائد، مثلا انا عايزه اقول 2 زائد 1، فادي 2 زائد 1 كده 3، تمام. طيب انا عايزه انقص دلوقتي، فانا بنقص بالسبابه، هو ناقص واحد يساوي كده اتنين. بيبدا الطفل يتعود على الطريقه ديت، هي على العداد، وبعد كده ينتقل بعديها لمرحله التخيل، ان انا ابدا اتخيل العداد كاني انا بحرك عليه، فبيبدا يستنتج لي مسائل حسابيه تصل لتلات او خمس او الى 10 ارقام بسهوله ويسر. طيب هو الموضوع كده سهل ولا ممكن حضرتك، انا عايزه حضرتك تعمل لي معادله كده بس طويله شويه. تمام، انا عندي مثلا قلت له مثلا 4 ناقص 4 زائد 2 زائد 1 زائد 1 ناقص 3 زائد 2 ناقص 3 زائد 4 ناقص 2 ناقص 1 هيقول لي كام؟ 1، تمام؟ عن طريق بعد كده بنتقل لمرحلة التخيل، يبدأ يتخيل العداد كأنه بيحرك الخرزات دي، فيبدأ بعد كده يستنتج لي الناتج بسرعة أسرع من العمليات الحاسبية التقليدية. بس انا شايفه ان حضرتك مستخدمه يعني جنب واحد بس، عمود واحد بس في العداد. ما هو لان انا في المرحله الاولى بستخدم عمود واحد بس. يعني معنى كده ان البرنامج ده مراحل؟ طبعا. طيب ممكن تشرح لي مستويات؟ طب تمام، اشرح لي المراحل. البرنامج كله 8 مستويات، كل مستوى بياخد ليه مده معينه. طفل كل ما بيخلص مستوى بينتقل للمستوى اللي بعده، تمام. كل مستوى طبعا بياخد مده اقصاها 3 شهور، لكن عندنا اطفال بيخلصوا المستوى الاول في اقل من شهر، وما شاء الله عليهم يعني بيقدروا ينافسوا برامج تانية
في ممكن يكونوا أخدوا 4 أو 5 شهور. تمام. طب أنا ملاحظة إن في العمود اللي مع حضرتك ده اللي في العداد اللي مع حضرتك إن كل عمود مكون من 4 خرزات. طب إيه ليه 4؟ ليه ما يبقاش 5 ما يبقاش 6؟ لأن عندي الخرزة اللي فوق دي ب5، فالعمود كله كده 9. لما بنتقل للمرحلة التانية بتبقى خانة العشرات. معلش طب ممكن تشرح لنا ازاي 9 يعني؟ بصي حضرتك الخانة دي لوحدها ب5. تمام. يعني كأنها ب5 خرزات. لما بضيف عليها واحد كده يبقى كده 6. 6. لما بضيف واحد تاني كده 7. كده 1 8. كده كأن العمود كله 9. طيب وبالنسبة للي هي الخرزة الحمراء دي ايه معناها؟ دي مرحلة بعد يعني مستوى كأنه مستوى تالت مثلا. يعني ازاي مستوى تاني؟ يعني كان دي مثلا اول عمود بيبقى عمود الاحاد، ده مثلا الثاني العشرات، ده الثالث المئات، فكان الثلاث خانات دول بيبقوا مثلا اخرهم دول المئات، بتبدا ثلاث الخانات اللي بعديهم الالاف، بعديها الملايين المليارات هكذا. طب ما نرجع تاني كده، هل في سن محدد للحساب الذهني ولا اي حد ممكن يتعلمه؟ الحساب الذهني بيبدا من سن 4 سنوات لسن 14 سنه. يعني من سن حضانه بيبدا الطفل اللي بيتعلم لسه العد، بيبدا عن طريق العداد يبدا يتعلم العد عليه. تمام. ويبدا بعد كده يتعلم عليه عمليات حسابيه، جمع وطرح، وبعد كده مراحل متقدمه، ضرب وقسمه. طب ايه مزايا البرنامج؟ ايه مزايا وخصائص البرنامج بتاع دكتور ماس؟ مزايا البرنامج اول حاجه ان هو بينمي مهارات الطفل، بان انا بعوده على التخيل، ودي بتنمي مهارات العقل. ثانيا برنامج دكتور ماس بيعالج بعض مشاكل الطفل، منها الضعف، التشتت، عدم الانتباه، كل ده بيبدا يعالجه بحيث ان هو يخلق طفل عبقري، يطلع معانا بعد كده طفل عبقري. كمان بيزود عنده الثقه بالنفس، يبدا عنده مهاره التخيل والابداع تزيد عنده. كل ده بينمي برضه قدراته العقليه. ما قدرات العقليه لان هو كده شغله كله على الذهن. يعني كله شغله على الذهن. هو برنامج دكتور ماس هو للرياضه، لكن هو بيفيد الطفل في كل جوانب حياته، بيفيده كمان في كل مواده الدراسيه، عن طريق ان هو بيبدا يوسع عنده الفهم، يبدا عنده يزيد الفهم، ملكيه الحفظ تبدا تزيد عنده، يبدا ان هو يعني في حاجات فعلا بيلاحظها ولي الامر بتختلف بعد تعلم الحساب الذهني للدكتور ماس. هو في سن محدد ليه ولا اي حد ممكن يتعلمه؟ هو بص الاطفال من سن 4 سنوات لسن 14 سنه. من سن 4 سنوات لسن 14 سنة. طيب لو حد كبير حابب ان هو يتعلم الحاجه الحساب، يعني مثلا الحاجات دي احنا ما خدناهاش في المدرسه، احنا أولاً كانت اتمدنا على الاله الحاسبه. تمام. اولا هو من شروط ان اي حد بيتدرب، اولا يكون عنده مؤهل عالي، يكون تربوي، عنده خبرة في التعامل مع الأطفال، بعد كده بيبدأ يكتسب مهارات كمان من الحساب الذهني بعد بيتعلمه. يعني في دكتور ماس احنا بنبدأ ندربه على ازاي يتعامل مع أولياء الأمور، ازاي يتعامل مع الأطفال، ازاي ان هو يبدأ يحبب الطفل في الحساب عامة. تمام. وان هو بيكتسب خبرات من المدربين السابقين. احنا معانا الفيديو اهو شغال وبنشوف الطفل بيحرك صوابعه زي ما حضرتك شرحتي وشغال اهو. طيب هل هو بيستمر كده على الحركات دي حتى لو المعادلات صعبه وكبيره؟ لان هي الحركات دي هي اللي بتساعدني ان انا بعد كده انطلق لمراحل اعلى، لان هي الحركات دي الاساس معايا. طب ما ينفعش استخدم ذهنه بس من غير اي اشارات؟ لا، ما هو لازم اولا عشان تعرف ان هو شغال صح انه ما يستخدمش ذهنه، لان بيستخدم ذهنه كانه بيعد. انا بقول مثلا 4 زائد 5 هيقول 9. طب ماشي، انا لما انا كواحده مثلا اخذت البرنامج بتاع دكتور ماس، هل انا مثلا ككبيره حد يجي يسالني من بره مثلا 2 زائد 3 ناقص 4 مش يعني الكلام ده؟ هل انا هفضل اعمله كده؟ لا، هو انت بتعلمي الكلام ده للاطفال، لكن مش شرط ان انت نفسك هتكوني بنفس كفاءه الطفل. انت نفسك مش هتكوني بنفس كفاءه الطفل. ازاي ان هو اصلا الطفل عنده المهاره ان يكون افضل من المدرب، يكون افضل من المدرب، ان هو ممكن الطفل يحل مساله مع التدريب المستمر، هو اللي بيتدرب، انت مدربه، هو اللي بيتدرب، يبدا مع التدريب المستمر يكون اسرع من المدرب احيانا.
طب هل في فروق فرديه ودي وده ما بين الأطفال وده عامل التعلم؟ ده عامل ان معناه ان المدرب ممتاز في تدريبه. طب حلو. طب هل في فروق فرديه ما بين الاطفال؟ اكيد طبعا، ودكتور ماس بيراعي النقطه دي بان هو كل طفل بيختلف، لان انا شرط القبول ان او شرط تعلم الطفل معايا اولا بيكون عارف الارقام من اقل حاجه من 1 لـ9، ثانيا هو بيبدا يتعلم العمليات الحسابيه، لكن كل طفل بيختلف قدراته عن التاني، فانا لازم اراعي بان طفل ممكن يكون عدى المستوى الاول في شهر. بيستوعب اكتر يعني، في طفل مثلا استيعابه اكتر من طفل احنا تاني. عندنا اطفال اذكياء، كل اطفال اذكياء تمام، لكن ما عندناش اطفال عباقره، فدكتور ماس بيعالج كل المشكلات اللي بتبقى الطفل بيواجهها ويطلع طفل عبقري. طب ايه اكتر المشكلات اللي بتواجهك وانت بتعلمي الاطفال البرنامج ده؟ اكتر مشكله الاطفال نفسها بتواجهها لما الطفل بيبقى لسه جاي جديد مثلا، اكتر مشكله انه بيكون عنده مثلا ضعف في الفهم، ويبدا دكتور ماس يعالج المشكله دي بان هو يبدا مع سهوله المعلومه وتبسيطها يبدا الطفل يستوعب المعلومه دي ويبدا يفهمها بسرعه، فانا كده راعيت المستوى الضعيف. طيب وكذلك القوي بيبدا يستوعبها اسرع، فانا المستوى الاسرع او المستوى الذكي يعني اللي فهمه اسرع ببدا انتقل بينهي المستوى الاول في وقت قليل جدا، ممكن مثلا اقل من شهر تمام، ابدا اقوله للمستوى اللي بعديه وهكذا. المستوى طيب انا عندي مستوى ضعيف مثلا، ببدا ان انا امشي على حسب قدراته وعلى حسب استيعابه، وكمان متابعه ولي الامر معايا بيبقى ليها دور مهم في ان انا ابدا يكون طفل. طيب هو ده اللي انا كنت عايزه اسال حضرتك فيه. طيب. ازاي يعني بصي بيحصل بينك تواصل ما بينك انت واولياء الامور في موضوع تدريسك للبرنامج دكتور ماس؟ ازاي بتتواصلي مع الاهل؟ ازاي بتواصل؟ عن طريق ان ولي الامر بيجي عندي في المكان اللي انا بدرب فيه. مثلا لو انا مثلا بدرب في الحضانه، فاولياء الامور مثلا متابعين معايا، انت مثلا ابنك واصل معايا مستواه معايا كذا، ان انت بتتابع معاه. ما هو ممكن ما يكونش واخد هو مش شرط ان هو ياخد، هو هيتابع ازاي؟ هو مش شرط ان هو يكون واخد الكورس. دي مهمتي انا، انا اللي بحبب الطفل في ان هو يتعلم، انا اللي بخليه يبدا يفهم فيروح يطبق، يروح البيت يطبق. ولي الامر ايه مهمته؟ يعني هو بيفهم من اول مره طبعا حضرتك بتشرح. هو من اول مره بيبدا يحسب على العداد كويس، بنشتغل معاه فتره زمنيه على العداد، وبعد كده ننتقل على طول في مرحله التخيل، يعني من اول حصه بيبدا يتخيل معايا. تمام. طب هل حضرتك انت بتوصلي مع طفل مثلا في البرنامج ده لحد ان انت خلاص شايفه ان الطفل ده مش هيقدر يكمل اكتر من كده، استيعابه مش واقف عند الحته دي، مش هيقدر يكمل تاني، هل بتواجهك الحاجه لا دي؟ انا ما واجهتنيش بصراحه حاجه زي دي، لان انا لازم اكون مرنه في تعاملي معاه، مرنه في اساليب التعلم معاه، بحيث ان انا ابحث عن طريقه يعني ابحث عن طريقه بحيث ان انا انزل لمستوى اكتر. فالبرنامج بيراعي النقطه دي، ان انا ابدا انزل لمستوى اقل خالص بحيث ان هو يبدا يفهم المعلومه بطريقه بسيطه. طيب ممكن حضرتك تشرح لنا بس طريقه او اتنين من اللي حضرتك بتستخدميهم مع الاطفال، لان اكيد في اطفال متابعينا. تمام. انا عندي مثلا اولا عشان اشجع الطفل على انه يحب الجو التعليم بنعمل حاجه اسمها مسابقات. احنا خلينا في الاول نتفق على مبدا ان مفيش طفل غبي، صح؟ خلينا نتفق بس على مبدا ان مفيش طفل غبي. تمام. بس قولي لنا بقى بتتعاملي ازاي معاهم، اشرح لنا طريقه او اتنين في انا ببدا بتعمل. انا ببدا الحصه تمام، بنشتغل على العداد، بعد كده بنبدا مرحله التخيل، في بعد كده بتبقى حاجات انشطه. انا عايزاكي تشرحي لي، بصي اعتبريني انا طفله قدامك. تمام. اشرحي لي بقى، انا مش فاهمه يعني ايه دكتور ماس ومش عارفه اتعامل ازاي، عايزاكي تشرحي لي انا عشان عايزه افهم. انا عايزه افهم. تمام. حضرتك بتقولي الانشطه اللي انا بستعملها مع الحاجات اللي بستعملها معاه عشان يبدا يحب الماده. تمام. طيب انا بستعمل معاه اولا انا بشغل على العداد، ده اول حاجه. تمام. بيبدا الطفل يشتغل على العداد الاول ويتقنه، يشتغل مع العداد المعلمه الاول، وبعد كده يشتغل على العداد الصغير بتاعه. تمام. بدا يتقن العداد تماما. طيب انا عندي بطاقات بنعملها، بيبقى العداد مرسوم عليها، مثلا ببقى رسم عليه
عمود وفي خرزه واحده. طب ايه الفرق ما بين العداد بتاع المس بتاعته والعداد بتاعه هو؟ هو نفس الـ نفس الـ المحتويات، نفس اعمده وخرزات، لكن بيختلف في الحجم. بيختلف الحجم. فالطفل بدا دلوقتي انا بعمله حاجه اسمها بطاقات. بيبدا الطفل بيبقى في عمود، اول بطاقه مثلا فيها عمود وخرزه، فمجرد ان انا برفعها فخلاص عارف ان دي واحد. قبلها ان اللي فوق دي طبعا صح؟ طبعا انا الخرزه في التدريب اللي فوق دي يعني خمسه. في التدريب احنا بنعلمه، بنقول له ان كده واحد، ولما نرفع الثانيه دي كده اتنين وهكذا، والخرزه اللي من فوق دي بنقول انها خمسه. خمسه تمام. قلت حضرتك ان انشط. طيب اول حاجه البطاقات، وبعدين بنستخدم حاجه اسمها مسابقات، ان بنبقى في طفل وطفل تاني بس بيكونوا نفس المستوى، ما بيكونش طفل مستوى اعلى وطفل مستوى اقل، لا بيكونوا نفس المستوى بحيث ينافسوا بعض، فيبدا ان هم روح التنافس بينهم يزيد. لكن لما بيكون مستوى اعلى مع لسه واحد جاي مثلا جديد، فبيبقى بيحس بالاحباط لان يعني ده اسرع عنه او اعلى منه في الفهم بسرعه. فانا لا لازم اراعي النقطه دي، ان انا لازم يكون المستوى قدامي مع بعض مستوى واحد. اكيد طبعا. يعني طريقتك مثلا مع الاطفال الاربع سنين خمس سنين تختلف عن 9 سنين و 18 سنه مثلا. ايوه صحيح. طيب بتتعاملي ازاي مع اللي هم عندهم 14 سنه؟ 14 سنه ده بيبقى سنه خلاص، هو بدا يفهم معايا تمام، بدا يستوعب معايا، بيبدا من اول حصه بيتعامل مع العداد، بتبقى مده زمنيه قليله، ويبدا يتخيل على طول معايا، فبيبدا ينجز معايا المستوى بسرعه وينتقل للمستوى اللي بعديه. فبيبقى طبعا بيختلف طبعا برضو في القدرات الذهنيه، يعني مش معنى ان 14 سنه يكون سرعته في الفهم اعلى، لا في برضو فروق فرديه انا برضو براعيها. بس طيب هو ليه انت حددت 14 سنه بس؟ هو 18 مش هيستقبل مثلا او 20؟ هو دول بيبقى كورس كمتدرب؟ لا ككورس للاطفال اللي من سن 4 سنين لسن 14 سنه، يعني كما يقول ان فيما اللي هو الاكبر من كده بيبقى التخيل عنده، يعني مش كسرعه الطفل، مش كسرعه الطفل لما تبدا تبنيه او تنميه من هو صغير. طب خلينا نتكلم على المراحل المتقدمه. تمام. ايه الوقت اللي ايه المراحل بتاعه برنامج دكتور ماس؟ المراحل ان المستوى الكورس عباره عن 8 مستويات، ان كل ما بينجز مستوى بينتقل اللي بعديه، ودي مرحله متقدمه. ان انا ببدا انتقل للمرحله اللي بعدها، انا خلاص انجزت المرحله الاولى ببدا شتات سرعه وببدا. طب البدايه بتبقى مدتها قد ايه؟ البدايه بتبقى المستوى الواحد بياخد مده اقصاها 3 شهور، لكن عندنا اطفال بتخلص في اقل من شهر. يعني هو كم مستوى معلش؟ هو كم مستوى؟ 8 مستويات. 8 مستويات، المستوى 3 شهور، المستوى اقصاها 8 شهور. 8 شهور؟ لكن عندنا اطفال بتخلص في اقل من شهر. يعني انا عندي مثلا عاملاها 3 شهور، عاملينها مثلا في البرنامج 3 شهور، لكن انا مثلا لما عندي طفل عنده سرعه ذكاء او عنده سرعه فهمه اعلى، ده بيخلص بسرعه، فبيبدا ان انا يخلص المستوى. عندنا اطفال بيخلصوا المستوى في اقل من شهر. يعني انت بتضم اللي هم الاطفال اللي مثلا بتلاحظي ان عندهم سرعه استيعاب اكتر، بتضمهم مع بعض بتديهم المستوى الثاني. هو الشرح بيبقى عام للكل تمام. ببدا بتشوفي مين اللي بيبدا عنده سرعه، هيبدا ينتقل للنقطه اللي بعدها. احنا شرحنا نقطه وتفهم تمام. في طفل لسه ما فهمش النقطه دي، في طفل استوعب النقطه دي من اول مره تمام، فبيبدا انا باخد الطفل اللي لسه ما استوعبش النقطه دي وابدا اشرح له على يعني مع نفسه النقطه اللي ما اتفهمتش، ويبدا بعد كده يستوعبها مع نفسه. هو بدا ان انا خلاص شرحتها له وفهمها، فبدا يشتغل عليها. الطفل اللي خلاص هو فهم المعلومه بيبدا يشتغل في عندنا الكتب اللي هي تبع دكتور ماس، بيبدا يشتغل حل فيها. وطبعا غير ان احنا بنساله بيبقى في اختبارات، مش المفروض ان بيبقى في اختبارات تحديد مستوى مثلا؟ بعد كل مستوى بيبقى في اختبار اجتياز مستوى. الاختبار بيبقى 40 مساله في وقت 6 دقائق. المستوى الطفل لما بيجتاز المستوى في الوقت ده بيبدا ينتقل للمستوى اللي بعديه. طب هو الطفل او مثلا المتدرب اللي بياخد عندك الكورس ده، هل لما بيكبر بيحس بقيمه اللي اخده ولا
عادي زيه زي الحساب العادي بتاعنا. لا هو طبعا اكيد بيحس بقيمته، لان الحساب العادي فرقه عن الحساب الذهني كتير. انا عندي الحساب العادي لما مثلا بقول مثلا 2 زائد 1 تمام، الطريقه التقليديه والطريقه العاديه ان انا بقول حط 2 في مخك وطلع واحد على ايدك تمام، وبعد كده ببدا اعد بعد 2 3 تمام. انا كده استخدمت عقلي في حاجه، شغلت حاجه، مرنته على حاجه؟ لا، انا استخدم طريقه يعني عامل مساعد اللي هي ايه؟ الاصابع تمام. فبدا كده انا ما شغلتش مخي في اي حاجه تمام. لكن الطريقه الذهنيه ان انا ببدا احل مثلا 3 ل 10 مسائل بطريقه ذهنيه، ان انا اطلع لك المساله في ثانيه او في اقل من الثانيه زي ما شفنا كده بالفيديو. بالظبط كده. في حين ان الطريقه التقليديه ممكن الطفل تديه مثلا 10 ارقام، الوقت اللي اخده في حل ال 10 ارقام اكتر، هنكون احنا حلينا يعني هنكون حلينا في الوقت اللي اخد عشان يحل ال 10 عدد مسائل ذهنيه. طب في كذا حد مدرب، يعني في كتير مدربين حساب ذهني، ازاي انا كأم مثلا او كأب اعرف مثلا المدرب ده شاطر ولا لا؟ عن طريق النتيجة، ان انا بشوف النتيجة اللي ابني بقى فيها دلوقتي، عن طريق اجتهاد المدرب. اجتهاد المدرب معايا هو النتيجة اللي انا هحصل عليها واشوفها في ابني، ان انا المدرب مدى حب ابني للمادة اللي هو بيبدأ ياخدها حاليا. طول ما الطفل بيبدا يحب الماده دي معناه ان المدرب ناجح، انه بدا يخلي الطفل يحب الماده اللي هتنعكس عليه في باقي المواد تمام. فاجتهاد المدرب ونجاحه في النتيجه ان الطفل بدا عندي يبقى ايه دلوقتي، وليه الامر نفسه لازم هيلمس النتيجه معايا، ان هيبدا يقول لي لا انا ابني كان بيحتاجني في حل مسائل، لا دلوقتي بيحل مسائل ذهنيه 40 و80 و120 مساله في وقت قليل وبدون مساعدتي. هو يعني نقدر نقول ان هو برنامج عباقره يعني. صح كده. طيب في للاسف احنا وقتنا خلص، في حاجه حابه حضرتك ان انت تقوليها للمشاهدين او للاطفال اللي بيتفرجوا علينا او للامهات؟ حابه اقول ان برنامج دكتور ماس هو برنامج من انجح البرامج. حضرتك كمان ذكرتي ان مزايا وخصائص البرنامج، فطبعا البرنامج عربي ومؤسسه عربي الدكتور ابراهيم سمير. والبرنامج من بيتم تدريسه من جامعة حكومية وهي جامعة عين شمس. كمان عندنا المادة نفسها أو المعلومة سهلة وبسيطة توصل للطالب بسرعة. كمان عندنا أطفال ما شاء الله بتحل 280 مسألة في وقت 10 دقايق، بيدخلوا مسابقات. عندنا الأطفال تدريب شهرين ينافسوا أطفال اتدربوا 4 و5 شهور في وقت في برامج تانية. كمان عندنا اسعار البرنامج متاح للجميع، ومدربينا ما شاء الله في كافه انحاء الجمهوريه، فريق عمل متكامل ومتعاون كلهم ما شاء الله عليهم. انا بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده، دلوقتي وقت حلقتنا للاسف خلص، نتمنى ان شاء الله نعود اللقاء مره ثانيه. دلوقتي نقول للاعزاء المشاهدين شكرا لحضراتكم، بشكر حضراتكم جدا على كون، انتظروني في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة مع جهاد يوم الاثنين الساعة 7 مساء.